بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البط في الفرن. الاول هننقع البطه في ميه وملح وخل وليمون حوالي ربع ساعه. بعد كده هنشطفها ونصفيها كويس، وممكن نقطع الرقبه بتاعتها والجناحات ونعمل بيهم شوربه لو عايزين نعمل اي حاجه بالشوربه، سواء رقاق او رز او اي حاجه. وهنجهز التتبيله بتاعتها، عندنا عصير برتقانه ومعلقتين صغيرين ملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره جنزبيل مطحون ومعلقه كبيره كزبره ناشفه ومعلقة كبيرة خل وتلات معالق كبار زيت ومعلقة كبيرة بابريكا واربع فصوص ثوم مفرومين، وهنقلب كويس. وهنتبل البطة كويس من جوه ومن بره بالتتبيلة اللي عملناها. ونغطيها كويس بالتتبيلة من كل الجهات. وهنغطي البطة وهنسيبها تتبل ساعتين على الأقل. وبعد ما البطة تتبل هنجهز بصلة كبيرة هنقطعها بأي شكل وهنرش عليها رشة ملح وفلفل وهنقلبها. وهنحشي البطة بالبصل ده. بعد كده هنحط البطة على ورق زبدة ويكون الورق كذا طبقة فوق بعض علشان يستحملها. وهنلفها كويس في الورق. وبعد ما نلف البطة في الورق هنحطها في كيس حراري، ولو مفيش كيس حراري ممكن نلفها في فويل. وهنفتح في الكيس الحراري فتحة صغيرة علشان البخار. وهنكون مسخنين الفرن كويس جدا على أعلى حرارة فيه، وهندخلها على الرف الأوسط وهنسيبها لمدة 10 دقايق. بعد كده هنهدي النار وهنخليها على 200 وهنسيبها حوالي ساعتين. وخلاص كده البطة استوت معانا تماما وطلعناها من الكيس الحراري، وهي خدت معانا في الفرن حوالي ساعتين الا تلت. هي وزنها 2 كيلو و400، لو اكبر من كده ممكن تاخد ساعتين. وبعد ما نطلعها من الكيس الحراري هنحطها على شبكة سلك. بعد كده عندنا معلقة كبيرة صلصة طماطم معلبة، هنضيف عليها حوالي 3 معالق كبار مية سخنة ونقلب. وهنضيف معلقة كبيرة زيت ورشة ملح وفلفل ونقلب كويس. وهنتن البطة كويس بالخلطة دي، وهندخلها الفرن تحت الشواية لحد ما تاخد لون. وخلاص كده البطة اتحمرت معانا في الفرن، وهنقدمها مع صينية رقاق. وطريقة عمل الرقاق من أول العجينة بتاعته وتسويته الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو وفي أول تعليق. وخلاص كده البطة جاهزة معانا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.